نفسي بل تتوق إلى ديارك قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي بالإله الحي العصفور وجد عشا واليمامة مكانها لتضع فراخها. وسط ظروف الحياة الصعبة اللي بنعيشها يومياً والتجارب التقيلة اللي بنمر بيها، بنلاقي أبائنا بيشاورونا على الحل، بنلاقي المرتب بيتأمل في العصفور وإزاي إن العصفور وجد بيت يستقر فيه واليمامة عش عشان تقعد فيه مع فرخ، وهم مش حاسين هم رايحين فين أو يلجأوا لمين. لكن داود النبي بيكمل ويقول إنه ملقاش زي قوة وعظمة المسبح عشان يلجأ ليه، وهو ده سر بهجة قلبه وراحة جسده. جوه الكنيسة نفسك بتنطلق للسماء، بتنسى تماما انك على الارض، بيختفي العالم بكل مادياته عن بصيرتك. المكان اللي بتشوف فيه الهك ملك جالس على العرش، بتجري عليه وتترمي في حضنه وتحكي له عن كل اسرارك وتعاتبه وترمي عليه كل همومك. قصاد المسبح وست رجليك المفتوح، كأنك بالظبط واقف جوا قدس أقداس أورشليم السمائية، إحساس بالمهابة والرهبة، هدوء وسلام نازلين من السماء. شايف أبونا وهو ماسك الزريحة، بخور طالع للسماء شايل معاه صلوات وتضرعات وطلبات من القلب، والشمامسة واقفة بره بترتل أجمل الألحان، والشعب واقف من وراهم بيرتل هو كمان زي بالظبط الشرويم وهم واقفين بيرتلوا قدام عرش النعمة. منظر مهيب وأوقات مقدسة بتفتح عينينا على السماء، خلينا عايشين السماء واحنا على الارض. كل ده بينتهي بان انا باخد جسد المسيح ودمه جوايا، الروح القدس اللي بيحل على الجسد والدم عشان يقدسه، وبيحل عليا انا كمان عشان يقدسني ويخليني مستحق ان انا اتناول من اسرار المقدسه بمغفره الخطايا. وقفك قدام المسبح وانت شايف جسد الرب ودمه، شايف ابونا وهو بيكسر الجسد وبيدوق الدم، كانك بالظبط مع التلاميذ في العليه وقت العشاء الاخير، شايف المسيح بنفسه قدامك بيكسر الجسد من أجلك ومن أجل خلاصك، وسمعه بيقولك من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. صلي واطلب بلجاجة وارفع قلبك وعمك طلبك وهو مش هيكسفك أبدا. صلي واختبر قوة صلاة المسبح. الكنيسة هي مذاق الملكوت على الأرض. هنا عبرت من الموت للحياة، هنا أنا اتولدت من الماء والروح، ولادة روحية، هنا أنا مت مع المسيح وقمت معاه، هنا اتدهنت بزيت الميرون ونولت أعظم نعم العهد الجديد، روح القدس حل جواي. لما ندخل مية المعمودية بنطلع حاملين ختم الله، لينا صورة خالقنا وحاملين سماته فينا. احنا مش بس بنبقى شبه المسيح، لكن حياة المسيح بتكون حياتنا، موته هو موتنا، قيامته هي قيامتنا. سماته سماتنا وأمجاده هي أمجادنا. الكنيسة هي عربون دخول ملكوت السماوات. أحياناً بتحس إنك وحيد محتاج حد تتكلم معاه، وأحياناً بتحس إنك محتاج تقعد مع أب اعترافك
أو مرشدك الروحي اللي دايماً بيديك النصيحة والإرشاد في طريقك الروحي. هم دول اللي المسيح أعطاهم السلطان إنهم يدونا الحل لمغفرة الخطايا. قعدتك مع أب اعترافك مش مجرد قعدة بتعترف فيها بخطيتك وتقوم وتمشي، بالعكس بتحس بحبه وبقوته، بتشوف فيه المسيح وعطفه، وبتسمع لتعليمه وإرشاده. في الآخر أبونا بيقرأ لك التحليل وبتخرج من عنده وانت عندك إحساس بالحرية والفرح. الحرية لأنك أخيراً قدرت تتحرر من ربطات الخطية، وفرح لأنك أخيراً قدرت تعبر عن أوجاعك المكبوتة. كنيسة مستشفى وهدوء للنفس المضطربة. أول ما بتدخل من الكنيسة بتلاقي رجليك واخداك من غير تفكير ناحية مزار شهدائنا، بتقف تصلي وتاخد بركتهم. هنا أخواتنا وأهلنا اللي شهدوا المسيح بدمهم. كنيسة المسيح هي كنيسة الشهداء اللي متزينة بدماء أولادها. هنا مكان إعلان الحب الإلهي، مكان التقاء الحب بالألم وتغيير مفهوم الألم، وأصبح شركة حب مع المسيح المتألم. بس زي ما هنتألم معاه هنتمجد برضو معاه. الكنيسة أم الشهداء جميلة. الصورة المعلوماتية اللي بيشهدها العالم كله حالياً، أغلب الناس بتعرف الأخبار والمعلومات عن طريق السوشيال ميديا بكل أشكال، سواء من خلال بوست على الفيسبوك أو فيديو ملوش أي أساس من الصحة أو خبر قديم. معلومات كتير مغلوطة بتنتشر وبنشوفها كل يوم. إحنا محتاجين يكون عندنا مصادر موثوق فيها نقدر نستمد منها المعرفة الحقيقية، والكنيسة وفرت لك ده. هنا المكتبة الاستعارية اللي فيها كل أشكال وأنواع الكتب في كل المجالات. مكتبة الكتب فيها كنوز حقيقية. الكنيسة بتعمل بوصية المسيح: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. الكنيسة نور وسط ظلام وجهل العالم. علماء النفس دايما في طريقة عرضهم لحلول ضد الاكتئاب اللي أصبح مرض العصر دلوقتي كانوا دايما يقدموا لنا ثلاث كلمات، ثلاثة ألف: أنشطة، أماكن، أشخاص. ما ركزت شوية لقيت إن الكنيسة بتقدم لنا الثلاثة ألف دول. الكنيسة بتقدم أنشطة وخدمات ومكان مريح ومقدس تقدر تتقابل فيه مع مرشدك الروحي أو الخادم بتاعك أو حتى خادم المشورة. تدخل الكنيسة تعبان تخرج منها مبسوط وفرحان حقيقي. زي ما قال ذهبي الفم: الكنيسة مستشفى هتلاقي فيه علاج لكل أمراضك وأوجاعك. الكنيسة حسن يوم الدين. الكنيسة رعاة ورعاية، ما تعرفش غير الحب للجميع من غير تمييز. تحب زي عريسها كل البشرية وتحتضن الكل، عايزة خلاصهم وإنها توصل بيهم لمعرفة الحق. رسالة الكنيسة بتتركز في الوصول بكل نفس مهما كان شرها لعريسها وفديها يسوع، وهي كده مش بتحاول تخفي الشر أو تتسطر عليه، بالعكس بتحاول دايماً إنها تكشفه وتعترف بيه، وكمان تدي فرصة للتاني إنه ما يرجعش للخطية تاني. ما تعزلش نفسك عن الكنيسة لأن ما فيش أقوى منها كإيمان وحياة. الكنيسة هي رجائك، خلاصك، ملجأك. دي أعلى من السماء وأوسع من المسكونة، مش هتشيخ أبداً وهتفضل في كامل حيويتها للأبد. إحنا كنيستنا كنيسة غنية قوي، غنية بتاريخها المكتوب بدم شهدائنا السمين، غنية بطقوسها اللي بتخلينا نعيش جوه الأحداث، غنية بألحانها العذبة المعزية المفرحة، غنية بروحانية قدسيها، غنية بإيمان أولادها غير المتزعزع، غنية بعقيدتها الراسخة القوية، غنية بعملها كنور يضيء وسط الظلمة، غنية برسالتها وهي توصيل بشارة الإنجيل للعطشانين والموتى اللي محتاجين الخلاص في العالم، ولسه عملها مستمر تجبر الكثير وتشفي العليل وتصلي للمحتاج وتسند للضعيف وتعزي الحزين وتفرح مع التايه وتكمل عمل الله على الأرض لحد ما توصل بينا لأورشليم السمائية. القديس كبريانوس قال:
لو استطاع من هو خارج فلك نوح أن ينجو، لاستطاع كل من هو خارج الكنيسة أن يخلص. الكنيسة هي مذاق الملكوت على الأرض، هي عربون دخول ملكوت السماوات. المستشفى وهدوء للنفس المتقى، أم الشهداء جميلة، كنيسة نور وسط ظلام وجهل العالم، حسن يوم الدين. الكنيسة أم حانية تحبك.